فاتنا في كلام في الميديا، ونورنا دلوقتي في الاستوديو صديقي العزيز والناقد الرياضي احمد عبد الباسط. نورنا يا عبد الباسط. ربنا يخليك يا شيماء، مبسوط ان انا معاكي، ويا رب تبقى حلقه خفيفه على الساده المشاهدين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله هتبقى خفيفه جدا، انا ببقى مبسوطه وانت معايا بصراحه. طيب خلينا نتكلم عن طبعا مباراه امبارح، مباراه منتخبنا الوطني الاول قصاد سوازيلاند. شفت اللقاء ازاي؟ يعني هو احنا برضو ما نقدرش نحكم على مصر في اللقاءات اللي هي سوازيلاند او النايجر. انا يعني بالنسبه حتى كمان انا قريب من المنتخب، يعني شايف ان الحكم هيبقى مستعجل جدا. ثلاث تجارب كان اجري محظوظ ان هو قابل التجارب جداً دي. صح. محظوظ بنسبه كبيره جدا. فعلا مدير فني محظوظ جه على ثلاث مباريات، يعني اسهل من كده ما فيش، وغلت اهداف بال 12 هدف بالظبط. يعني لو جينا شفنا وكمان معاه مثلا محمد صلاح ما لعبش معاه ماتش وبرده بيكسب، عنده بعض العناصر مش موجوده بيكسب، بيغير طريقه وبيلعب بطريقه بعض الناس مش مقتنعين ببعض العناصر اللي موجودين برده وبيكسب. لو جينا شفنا مثلا كابتن شوقي غريب لما جه مسك المنتخب قابل تونس والسنغال الاثنين مثلا رايح جاي في اسبوع، لما كان بيقابلهم كان بيخسر من الفرقتين، فبالتالي لا الامور مختلفه تماما. من هنا هو اجيري لما جه استلم الفرقه عنده ميزه واحده بس هو عملها، الميزه هو ان هو جازف، بس المجازفه كانت محسوبه لانه بيهاجم او بيلاعب خصم مش بالمستوى اللي كان هيكتور كوبر بيلعبهم في بعض الاحيان. وبرده ما زلت مصمم ان هيكتور كوبر قدم كتير للكره المصريه وعمل طفره، واي مدرب كان موجود مكان اجيري في الماتشات الثلاثه اللي فاتوا كان يقدر يكسب، عشان بس نحط النقط على الحروف. الاختبار الصعب الاساسي لاجيري هو اختبار 15 نوفمبر مع تونس. بالظبط، هو ده يكون اول اختبار، ده الاختبار الحقيقي. هيقدر بقى يشوف اللعيبه. وبعدين انا برضو بس برضه احنا شفنا ان النايجر قصادنا كانت مختلفه عن ملاعب بتصاد تونس. انا معاك في ده، بس هي ظروف مباريات، وخصوصا ان تونس بتلعب بارتياحيه لانها خلاص ضامنه كسبانه ماتش اللي هو مصر في الاول، فلما تلعب مع النايجر برضو هي ضامنه خلاص، فاضل لها النايجر وسوازيلاند، فاضل لها ماتش في مصر تحصيل حاصل، فاعتقد ان هي الريتم بتاعها او الاداء بتاعها في الملعب هيبقى مختلف تماما. اجيري برضو بالتشكيلات اللي لعبها بعمليه التدوير والاحلال والتجديد اللي عمال يعملهم في الفرقه، وان هو يلعب لعيبه في نص الملعب ويقعدهم ويريح، اعتقد ان هو هيواجه صعوبه في مباراه تونس ان هو يلعب بتشكيل اساسي لانه ما ثبتش التشكيل في الثلاث مباريات. يعني دايما كان بيجرب في الثلاث ماتشات اللي لعبهم اجيري لعب كل مباراه بتشكيل مختلف. اخر مباراه امبارح لعب بتشكيل مغير تماما عن المباراه اللي قبلها، غير اربع عناصر او حاجه في التشكيل، فده هيدينا طابع انه لما يجي يلعب بالتشكيل الاساسي قدام تونس، واعتقد من دلوقتي ان التشكيل الاساسي قدام تونس هيبقى بنسبه كبيره هو التشكيل اللي لعب بيه مباراه النايجر الاولانيه، ان هو يلعب بثلاثه ديفندرات اللي هو سواء علي غزال او طارق حامد او النني الثلاثه مع بعض. ولكن نقدر نقيمه على الورق، خلاص الراجل ماشي واخد 10 من 10، جايب 12 جون في ثلاث ماتشات، بنتمنى له التوفيق في الفتره اللي جايه، لكن نقدر نحكم عليه؟ مستحيل نحكم عليه في الفتره دي. احنا هو محتاج ماتش تونس ومحتاج ماتشات، وعندنا فتره قريبه جدا 6 شهور هتلاقينا بنلعب بطوله الامم الافريقيه، فده هيبقى الحكم الرئيسي بقى للشارع. هل يقدر يكمل معانا تصفيات كاس العالم؟ هل نقدر ناخد خطوه بعيده؟ وهل يقدر يكرر اللي عمله كوبر، ان هو كنا رايحين بس هدفنا ان احنا نصعد دور 16 او دور 8 في بطوله الامم بالجابون، وصلنا للنهائي وكنا قاب قوسين او ادنى من اللقب يعني مع الكاميرون في المباراه النهائيه؟ اعتقد ان التساؤلات دي كلها هتبقى صعبه على اجيري الفتره اللي جايه. طيب امبارح انت كنت متوقع لتشكيل اللي هيلعب بيه اجيري قبل اللقاء، والناس كلها كانتش مصدقه التشكيل ده، كانوا مختلفين معاك، وكانوا في اللي شايف ان مش شناوي هو اللي هيلعب اللقاء، هيقف مكانه جنش، صح؟ بص يا خليني اقول لك انه لانه هم هناك دايما اجيري عكس كوبر. انا عاصرت الاثنين، كوبر ما كانش بيبين ملامح التشكيل في التدريبات الرئيسيه، اجيري ممكن شويه يطمن اللعيبه، يديله مثلا معلومه او ان هو مثلا يعمل حركه معاه في التدريب ان هو يقول له ركز، فاللعيب بالتالي بيعرف ان هو هيبقى موجود في الملعب. هو عمل ده في المباراه دي، واتكلم مع جنش، اتكلم مع محمد حمدي لاعب بيراميدز، اتكلم مع لعيبه تانية، مع مثلا محمد صادق لاعب الاسماعيلي. ولكن هو الموضوع اتصدر للاعلام ان هو جنش اللي هيلعب ومحمد حمدي وصادق الناس دي اللي هتبقى موجوده في المباراه، لكن هو تماما في الغرف المغلقه الموضوع بيبقى مختلف. جنش طلب ان هو يشارك، ان هو يبقى موجود في المباراه الاساسيه للمنتخب. الجهاز الفني المنتخب عنده رؤيه، او الكابتن احمد ناجي لان الملف ده بتاعه، شايف ان هو محمد الشناوي ده الجون اللي بيركبوه الفتره اللي جايه يبقى حارس منتخب مصر. فبالتالي خصوصا ان هو كان احمد الشناوي قبليه، لما جه محمد الشناوي وبعد اعتزال عصام الحضري اللاعب الدولي عايزين حارس بمواصفات خاصه، فهو شايف ان دي في محمد الشناوي، فحابب يعمل الموضوع دوت. خصوصا ان هو شايف ان جنش، هم شايفين ان جنش حارس استثنائي او حارس فتره استثنائيه لنادي الزمالك، بحيث انه ما يعتمدش عليه بالطريقه الكامله في نادي الزمالك، لازم يبقى ليه حارس بديل جيد جدا، وهو ده اللي موجود. فانا شايف ان هو قعد مع كابتن احمد ناجي واتكلم، ولكن القرار النهائي
كان محمد الشناوي، خصوصا انه محمد الشناوي لما كانش واقف كان الكلام هيكتر ان هو المتسبب في الهدف اللي جه فيه في مباراه سوازيلاند هنا. فالموضوع اتحسم انه جنش هو اللي يكون ان الشناوي يبقى موجود في المباراه يعني. صحيح. طيب عايزين بقى نعرف منك الكواليس الخاصه بالجلسه اللي عملها مهندس هاني ابو ريده هو واللعيبه بعد اللقاء او بعد المباراه. نفس الكلام اللي قلت لك في الاول، قال لهم مش مقياس خالص، احنا كنا محظوظين بالمواجهات دي، رايحين بطوله فيها 24 منتخب، الموضوع كان هيختلف تماما لو احنا مثلا بيصعد اول مجموعه. يعني لو بيصعد اول مجموعه فقط كان الموضوع هيبقى مختلف تماما، كنا هنشوف انه المنتخب التونسي كان هيستميت على البطاقه الاولى ان هو يصعد. قال لهم طبعا هو في مكافاه طبعا اتصرفت للعيبه بخصوص المباراه، طبعا 20,000 جنيه ده لسه طبعا اللائحه انا ما اتطبقتش عليه. سمعنا 500 دولار. 500 دولار يعني 10,000 جنيه؟ ما كملوش. ما كان، لا هم 12,000 جنيه لائحه و 8,000 جنيه اضافيه كده عشان يعني المبلغ يبقى 20 يبقى حاجه ايه؟ فدلت عمل ليهم، لكن هيبقى في مكافاه لسه اخرى. وبعدين ما تتكلمش عندنا هنا في المكافآت، الحاجات دي بتبقى بالنسبه للعيبه يعني مش متظبطه. أنا شايف إنه المنتخب والمهندس هاني أبو ريدة أو مجلس إدارة اتحاد الكرة يعني شايفين إن دايما المنتخب بيكون هو طوق النجاة في أي حاجة، في مشكلة المنتخب بيكسب كل حاجة بتتدارى، في أي حاجة بتحصل. يعني لما خسرنا في كأس العالم المشاكل كترت لأنه المنتخب خسر، لما لو في أي مشكلة حاصلة في اتحاد الكرة، في انتخابات بتحصل، في حاجة، الفوز بتاع المنتخب هو اللي بيدار عليه. اللي أنا عايز برضه أكد عليه إنه اللعيبه عندنا في المنتخب خلاص بقى يعني موضوع الاحتراف والتعامل والكلام ده بقى مختلف، ما بقاش بص الموضوع دوت ان هو مكافئات والكلام ده. وبعدين برضو القعدات ما بقتش فيها كلام كتير، يعني المهندس انا بقول هيقعد يقول لصلاح لازم تشد حيلك شويه عشان اللعيبه مش محتاجه الكلام ده خلاص يعني. هي الاعداد تبقى قعدات، احنا بنلعب باسم مصر والكلام ده، نوع من انواع التذكير، لان ده اللي بيحصل. يعني الجهاز الفني اللي هيكتور كوبر كان دايما بيتعمد في المحاضرات الفنيه بان هو يشغل مثلا اغاني وطنيه. يعني كان دايما في المحاضره الاخيره قبل المباراه بيشغل اغاني وطنيه، بيشغل انجازات حصلت لمصر او الكلام ده، بحيث اللعيبه تنزل. فده كان حاصل، ده حماس. ده حماس كان بيحصل في بطوله افريقيا، كل مباراه بيحصل الموضوع دوت. فالجلسه كانت جلسه وديه عابره خالص يعني، وهو هناهم على الفوز ان هم صعدوا. مباراه تونس هتبقى مباراه يعني مجرد تحصيل حاصل، ولكن ما ينفعش نخسرها، لان زي ما بقول لك ده الاختبار الحقيقي لاجيري. اعتقد ان هو هيقدم مباراه قويه، وكمان اكيد لتقييم مستوى منتخبنا. بالظبط، وكمان هيبقى عنده مباراه بعديها يعني بنسبه كبيره اتحاد الكره عايز يعمل مباراه وديه في نفس الاجنده الدوليه دي مع منتخب اوروبي. معلوماتي يعني معلوماتي وده يعني اول مره اتقال انه هيبقى البرازيل الاقرب لهذه المواجهه، لان في اتصالات بقى لها شهر وفي بعض الاطراف داخلين في الموضوع ان احنا نواجه البرازيل. الاجنده من يوم 12 ليوم 20 نوفمبر. طب وعندك فكره هيبقى تبقى المواجهه هنا ولا هناك؟ ما انا هقول لك، الاجنده من يوم 12 ليوم 20 بحيث ان احنا نلعب مباراه تونس هنا يوم 15. في بعض الاقاويل ان احنا يعني عايزين نلعبوها هنا، بس اعتقد ان ده ممكن تبقى حاجه حلوه، تبقى حاجه كويسه جدا لو اتلعبت هنا، ان هو في بعض الاصلاحات والحاجات بتحصل في استاد القاهره. يعني المفضله تبقى بين استاد القاهره وبرج العرب، لو ما تمتش تبقى في احدى الدول العربيه يعني تتعمل فيها هذه المباراه يعني. وفي الحاله دي تفتكر البرازيل ممكن تيجي بكامل بقى نجومها ولا هيجوا؟ لان هو اجنده دوليه، فبيبقى اللعيبه كلهم موجودين مع منتخباتهم، ودي فتره راحه لكل الدوريات، فمتاح ان احنا، وبرده هيبقى ده يعني ده بيبقى بنظام عقود يعني من ضمن الاشتراطات، ان يبقى لازم كل النجوم موجودين. يبقى عندنا صلاح خلاص، بعدين ما بقيناش بقى نتكلم في حته هيبقوا عندهم نجوم، احنا كسرنا الحته دي يعني. دايما احنا اصلا عندنا نجم لما كنا بنسافر مثلا يعني النجم تاني يجي عشان المباراه تتشاف. بصي كان دايما عندنا حاجه مثلا من 4-5 سنين لما كنا نسافر مع المنتخب او الزملاء كلهم، اي حد بيسافر فكان يجي يعمل لقاء مثلا وليكن مع صامويل ايتو، فكان دايما يقول له اعرف مين من مصر والكلام ده، فيقول له ميدو، اعرف ميدو، فنلاقي واحد يعرف ميدو وثلاثه لا وهكذا يعني. فكان الموضوع بيبقى مختلف تماما، لكن الامر دلوقتي اختلف. انا خلاص انا عندنا صلاح، عندنا نجم، عندنا ناس بتلعب ثانيه، اي نعم مش بنفس النجوميه، ولكن خلاص احسن ثالث لاعب في العالم من عندنا. صحيح. احسن لعيب في الدوري الانجليزي من عندنا. صحيح. فخلاص الموضوع بقى مختلف تماما ان احنا نسال الاسئله دي. طيب كان في بقى انتقادات كتير جدا للجهاز الفني الحالي بقياده أجيري بسبب عدم ضم وليد سليمان وكمان عدم ضم احمد فتحي، شفت الانتقادات دي ازاي؟ وشفت مين اتظلم ان هو ما راحش المنتخب؟ وشفت مين اصلا يعني ظلموه ان هم جابوه المنتخب؟ بصي هو انا بالنسبه لي في اثنين كان لازم يبقوا موجودين في منتخب مصر. بغض النظر احمد فتحي كان لازم يبقى موجود، هم بيتكلموا في عامل السن، مع ان انا شايف ده موضوع خارج عن المنطق يعني. صحيح. هنطلع احمد فتحي من الحسبه دي لان هم هيلفوا يلفوا وهيرجعوا لاحمد فتحي تاني، وخليك فاكر الكلام ده اللي انا بقوله معاك هنا.
يعني مش ما تستبعديش ان في ماتش تونس اللي جاي تلاقي احمد فتحي موجود هو اللي بيلعب اساس. ولكن انا كلامي على كان في احنا بنتعامل بمبدا التقييم ومبدا التالق في الدوري المصري، فكان في اثنين متالقين لازم تاخدهم، وليد سليمان ويوسف عمر من الزمالك. الاثنين تالقوا، وان كان نسبه حظوظ وليد سليمان كانت اكبر في التالق، بس هما الاثنين تالقوا بنسبه كبيره، والمعايير اللي انت بتختار عليها بتختار على معايير التالق، على معايير ان انت فارق مع فريقك. فانا كنت شايف ان وليد سليمان كان لازم يبقى موجود، خصوصا ان وليد سليمان لعيب بيلعب في اكتر من مكان، لعيب شرس داخل الملعب، لعيب راجل، كنت ممكن تعتمد عليه باكتر من طريقه. ما خدش حقه الفتره اللي فاتت وليد سليمان خالص، ولكن انت دلوقتي كنت ممكن تدي له حقه ان هو تاخده على الاقل تجربه. ولكن انا من معلوماتي ان هو بيقول لك ان انا عايز ابني منتخب، فمش عايز اعمار كبيره، بحيث ان انا ما يعني لما يجي يلعب معايا سنه او اتنين مش هلحق، مش يعني مش هدي فرصه لغيره يلعب. ولكن احنا لما محمد صلاح اتصاب في كاس العالم كنا محتارين. صحيح، لو كان وليد سليمان موجود كان الموضوع كان انسب واحد ممكن يؤدي الموضوع، يعني كان انسب واحد وليد سليمان ممكن يؤدي الموضوع. فعشان كده انا شايف ان وليد سليمان كان لازم يبقى ليه دور في منتخب مصر، كان لازم يبقى موجود الفتره اللي فاتت. اعتقد ان هو ممكن يتراجع وهو بيكابر شويه يا جدي على فكره، يعني هو دايما لو الجهاز الفني قال قرار بياخد عكسه. يعني لو قال ان سام مرسي مصاب، وده حصل في اول معسكر، قالوا له ان سام مرسي مصاب وما ينفعش يجي، قال لهم لا انا عايز سام مرسي. كذا قال لهم لا انا عايز، فهو يعني جه ذبح القطه بلغتنا هنا في مصر للجهاز الفني المعاون، واللي بيتقال له بيعمل عكسه تماما. يعني انا شايف انه وليد سليمان، بس هو ده منطق يعني؟ هو مش موضوع منطق، هو المنطق غلط من الاول لما تم تعيين سلجادو في الجهاز الفني. يعني انا شايف ان هو قال لك مستشار فني، عيبه جدا لما انت تقول مستشار فني على اجيري، انت جايب راجل مدير فني كبير المفروض ان هو مدرب عالمي، فما ينفعش يجيب له حاجه اسمها مستشار فني. ولكن هي مش مستشار فني، هو كان بس يعني ايه لعبه ان انا ادخله الجهاز الفني بطريقه. ليه؟ لمصلحه مين؟ مين المستفيد؟ المستفيد اولا هل 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 في مثلا فائض في الميزانيه الخاصه بالمنتخب فعايزين يدفعوا اجور اكتر؟ لا لا مفيش فائض ولا الكلام ده. حتى يعني لما جينا نتكلم اول المرتب المعلن عنه 5000 دولار، ايه 5000 دولار دول بالنسبه لسلجادو؟ سلجادو في المقام الاول بيقبض مرتبين. المرتب الاول من اتحاد الكره. والمرتب الثاني من اجري نفسه، لان هو الوكيل. وهو الوكيل اللي تمت من خلاله الصفقه، فوكيل اتحول بقدره قادر من وكيل مدرب او المستشار فني لمدرب بيقعد على الدكه. اولا ايه الاختصاصات اللي موجوده؟ اجيري موجود، مدرب عام اسباني موجود، كابتن هاني رمزي طب موجود، طب ما احنا ايه الادوار اللي متقسمه هنا؟ اعتقد ان هو طب يعني ايه سر وجود سلجادو جوه المنتخب الوطني؟ دي علاقه وكلاء ببعضهم، يعني ان الوكيل اللي جاب اجيري نفسه ممدوح عيد هو صديق شخصي لسلجادو، وهو كان الوسيط في الصفقه. فهي كلها يعني ايه رد جميل لبعض، مش عشان يعني ما نقفش عند الموضوع كتير عشان ما نزعلش الناس. يعني. هي فيها رد جمايل لبعض، واجيري هو اللي اختار، يعني اجيري هو اللي اختار، هو الحكم، لان هو الراجل طبعا المدير الفني هو اللي يقول انا عايز مين ومش عايز بس مين. بس الموضوع ده كان مضايق، او كنا حاسين ان هو مضايق كابتن هاني رمزي. بالظبط، الموضوع كتير، الناس اللي قاعده على اقول لك ليه مضايق. اولا ده اللي يبقى الموضوع فيه شفافيه. لو الناس تعرف اول يوم امام النيجر في المعسكر، هوب الجهاز الفني واللعيبه لقوا سلجادو في ما كانش اي حد يعرف، ولا جهاز معاون ولا لعيبه ولا اي حاجه. مفاجاه. فمفاجاه، عاملين لهم مفاجاه حلوه وجايبين سلجادو وبتاع. هو الراجل موجود مستشار فني، ما ينفعش ان يبقى مستشار فني لاجيري بقيمته. ما ينفعش يبقى مستشار فني. ثانيا ما ينفعش يبقى الراجل انا ادخله بالطريقه دي، يا اما اعلن من الاول يا اما ما اعلنش. لكن انا اتفاجئت انه الاتفاق اصلا من بدري جدا مع الكابتن مجدي عبد الغني والكابتن حازم امام في جلسه التعاقد ان يبقى سلجادو موجود في الموضوع يعني. بعيدا عن سلجادو وعن المناصب دي، نروح بقى لمحمد صلاح والازمات الخاصه بمحمد صلاح مع اداره اتحاد الكوره، مع اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، مع وكيله. يعني كان في اطراف كتير قوي موجودين في الازمات دي، بقى لها يمكن اهي شهر او اكتر. والتصريحات بقى اللي احنا بنسمعها لحد دلوقتي ان احنا هنحل كل الازمات مع محمد صلاح، الثنائيه لسه ما اتحلتش. انت شايف الموضوع ازاي؟ شوفي، هو اعتقد بالنسبه كبيره الموضوع يعني شبه اتحل في حاجات كتير جدا. كنت بتكلم مع المهندس هاني ابو ريده، قال لي ان هو تواصل مع محمد صلاح وكل حاجه توفرت لمحمد صلاح على فكره. يعني بمجرد ما عمل الازمه كان في 4 بودي جاردات في المطار، كان في استقبال من عند الطياره، كان في صاله في اي بي بتستقبل محمد صلاح. حقه. في نفس الوقت نفس اللعيبه برضو، يعني احنا ما بنبقى جايين من سفر، بنبقى جايين مثلا 6 7 ساعات، تلاقي اللعيبه بتنزل. ما طبعا تعبانه. انا بتصور، ما عنديش مشكله اتصور مع ده ومع ده، بس هو اللعيب جاي مرهق وجاي تعبان والكلام ده، واللي يشد واللي يعمل واللي بتاعه، خصوصا ان هو بقى محمد صلاح بالذات بقى نجم عالمي يعني. صحيح. لما محمد صلاح اتكلم الموضوع اتعملت، فالموضوع سهل. هو كان لازم بس يعمل دوت، فالموضوع اتنفذت. هو الموضوع فعلا سهل. تعالي بقى نقول ان محمد صلاح بيعمل ده في الاوتيل، يعني محمد صلاح بيدخل معاه واحد حارس خاص بيمشي، ما فيش الكلام ده اطلاقا. ما بيحصلش. مش ما بيحصلش من اتحاد الكوره، لا اتحاد الكوره موفر لبن العصفور بعد الموضوع ده حصل. بس الموضوع نفسه انه محمد صلاح
محمد متواضع يعني. انا قريب من محمد، عارف محمد بيتعامل ازاي، متواضع جدا. بالعكس ما يعني ما في لقطه شهيره منتشره ليه في المعسكر اللي فات لما شاف بنت بتعيط ويعني جميل قوي. جميل جدا. بالعكس في لقطات ليه في ايطاليا لما كان في ايطاليا، هو بيلاقي راجل كبير مش عارف يصور فبياخد منه. لا بالعكس محمد صلاح في الجانب يمكن الانساني يمكن في كذا معسكر مع المنتخب الوطني الاول، انا كنت موجوده في حتى في الجابون كنا موجودين هناك قد ايه، وشخص متواضع وجميل فعلا، وبيخرج مع اللعيبه ولا في امن ولا في اي حاجه، وبتصور مع كل الناس وبتعامل مع كل الناس كويس. هو بس الازمه كانت يعني ازمه شويه فيها اعلانات فيها رعاه فيها مشاكل، دي ازمه كانت لازم تتحل. وانا بقترح للمره المليون يعني انه يتم عمل اداره للمحترفين. الاداره دي بتجيب عقد ناني مع ارسنال، بتجيب عقد صلاح مع ليفربول، بتجيب عقد رمضان مع فرقته، بتجيب حجازي مع فرقته، بتجيب كل لعيب مع فرقته، وتشوف البنود اللي بتسمح ان انا اللاعب ده ينفع استغله عندي في اعلانات، والبنود اللي الشركه ضايعه عاملاها معايا ينفع استغلها في اعلانات، لان دي حقوق وكل واحد ليه حق. فمن هنا لازم يتم تخصيص اداره محترفين لحل هذه الازمات مبكرا من جذورها يعني. طيب بعيدا عن المنتخب الوطني الاول ومحمد صلاح، تعالى نروح بقى لملف شائك جدا واقتراح سمعناه ان هيتم معامله لعيبه شمال افريقيا توانسه بقى مغاربه نفس معامله المحليين. شايف الكلام ده هيأثر ازاي على الكره المصريه، على المنتخب اثاره السلبيه تبقى عامله ازاي؟ طيب نبسط الموضوع للناس، ان هو كان في جمعيه عموميه كونجرس اللي هي الكاف الاخيره في شرم الشيخ، وكنت يعني بتشرف ان انا الوحيد اللي موجود فيها. تونس قدمت يعني قامت وقدمت اقتراح انه يتم معامله لاعبي شمال افريقيا عموما معامله ان هم في دولهم، يعني اللي في مصر بيتعامل في تونس ان هو لاعب محلي، وهكذا الموضوع سواء تونس سواء الجزائر سواء المغرب سواء مصر سواء موريتانيا، لان موريتانيا من من هذه الدول يعني. فالاقتراح تم ارجاؤه لحين البت فيه من كل الاتحادات الاهليه. ولكن كل اتحاد بيفكر بقى ايه اللي التفكير بقى، خلينا ما لناش دعوه، كل واحد بقى بيفكر هيستفيد ايه وهيخسر ايه. تونس قدمت اقتراح اكيد هي عارفه انها هتستفاد منه. الجزائر نفس الحكايه. احنا بقى التفكير بقى جوه الاتحاد المصري او احنا، او وجهه نظري انا شايف هنكون المتضرر الوحيد. اولا احنا اكتر ناس بتدفع فلوس في لعيبه مبدئيا، عندنا لعيبه كويسه جدا، ولاعيبه الصف الاول عندنا يعني. انا لما اجي اقول عندي مثلا رمضان صبحي لعيب صف اول، لما اجي اقول عندي كهربا لعيب صف اول، لما يروح يحترف هيروح يحترف مع الاحترام مع كل الفرق طبعا في وفاق صيف، ولا يطلع يحترف مثلا في اوروبا؟ اكيد في اوروبا طبعًا. او في دول الخليج يستفاد طبعًا. مبالغ ماليه اكبر اكيد، مش هروح شمال افريقيا نظرا لصعوبه الدوري وقوته على العصبيه اللي فيه والكلام ده كله. فمبدئيا للعيبه الموضوع فاشل جدا للعيبه. ماليا احنا اللي هنخسر، احنا بندفع فلوس وما بندفعش كتير. صح. ثانيا انا هظلم جيل كبير جدا من اللعيبه لما يبقى عندي كل فرقه تجيب لها خمس ست لعيبه شمال افريقيا. ما لو بصينا الاهلي والزمالك، الاهلي هتلاقي مين نجوم الفريق؟ هتلاقي وليد ازار، وهتلاقي علي معلول، هتلاقي يعني هم اوريدي موجودين وهم محسوبين اجانب. امال لما يبقاش محسوبين اجانب بالظبط، انا لما اجي مثلا على الاهلي يبقى عندي اجايين مثلا، هو الافريقي الوحيد اللي موجود هو سليف كولوبالي. عندي اثنين يبقى الاهلي، فانت بقى يجيب كمان اثنين ثانيين غيرهم اجانب ويملى بقى الفريق. لا الاهلي فاضل له كمان اثنين افارقه يبقى كده عنده اربعه. ويجيب له خمسه سته شمال افريقيا، نقول خمسه كمان يبقى تسعه. وعنده لعيب سوري مع لعيب فلسطيني، يبقى الحارس المرمى هو المصري الوحيد. يبقى احنا كده بنقول يعني فهماني. بنقول احنا طيب، في ناس بتقول ده اللعيبه لما تيجي هنا هنحتك، بالعكس انت هتموت جيل جديد لسه طالع. ما عادش عندنا قاعده في مصر، ما عادش عندنا منتخبات شباب ولا منتخبات اولمبي. شفت انت اصلا ازاي قرار اللعيبه السوريين والفلسطينيين لما اتطبق هنا استفادنا احنا ايه؟ انا معاه للظروف، معاه للظروف اللي بتمر بيها، ولكن مفيش اي استفاده. طب قولي كده لعيب، لا احنا استفدنا ولا لعيبه استفادت؟ قولي لعيب مثلا، حتى اللعيبه اللي جت يعني مثلا مؤيد العجلان لما جه الزمالك ما حدش استفاد منه، في لعيبه انا مش متذكر اسمه. واسمه السوري اللي جه الاهلي، لما جه الاهلي ومشي انا وراح عبد الله السوري، مصري عبد الله الشامي، الشامي مش السوري. يعني ما لمس الكوره، فهو الموضوع مختلف. يعني ما فيش افاده فيه خالص ولا فايده. هو لو بصينا له الموضوع الظروف ما فيش مشكله، عشان الظروف اللي بنمر بيها طبعا الاشقاء سواء في سوريا او فلسطين، ولكن ككره وكاحتراف الموضوع فاشل تماما ان انت تعمل دوت. اعمل القائمه مفتوحه، اعمل بس ده هيؤدي الى. وبعدين عايز اقول لك الحاجه، يمكن ساعتها كان مثلا عمر الميداني لما كنا بنتكلم في الموضوع ده، عمر الميداني هاتوا عمر الميداني غالي الراجل، فلوس كتير قوي. ما هو المميزين هيبقوا غاليين. صح. مش هيفكروا يجوا هنا، ومش هيجي هنا. وانا برضو المميز عندي مش هيروح هناك. صحيح. يبقى انا مش هطور، انا هودي اللعيب اللي عندي بلغه الكوره اللي هو في الدرجه الثانيه، وهجيب من عندهم اللعيب الدرجه الثانيه، فبالتالي لا هطور عندهم ولا هفيدهم ولا هطور عندي. انا اعمل الموضوع ده لما يكون في توأمه بيني وبينهم ان انا اجيب لعيب دولي، ان انا ما اعرفش مثلا، انما اعمل الموضوع غير مقنن وموضوع كده ان احنا يوم وليله في الحب كده.
نعمل دول شمال افريقيا والكلام ده كله خالص، موضوع مطلقا مش هيحل اي ازمه. بس انا حسيت ان اتحاد الكوره يعني بيجس نبض الدنيا تبقى عامله ازاي. هو مش جس نبض، هو قال لا ده اقتراح، هي قنبله اترمت في في الكونجرس، زي ما بقول لك تونس اقترحتها وعلى الدول، معظم الدول وقفت ما عدا مصر، فكان بسبب مصر ان هو يتم ارجاء الموضوع. يعني يعني في وقتها معظم الدول اللي وافقت الا مصر هي اللي اجلت. الجزائر اتكلمت مع مندوب الجزائر قال انا ما عندناش مشكله ان احنا يعني نعمل الكلام ده، لو بتاع المغرب برضو قال ما عندناش مشكله، موريتانيا طبعا هتكون اكتر الفرحانين بالموضوع، لكن مصر هيبقى الموضوع صعب، لان انا دلوقتي احنا عندنا قاعده كبيره جدا، ما هو بقول لك عندنا منتخب شباب ولا منتخب اولمبي ولا القاعده، قصدي يعني مش الموجودين دلوقتي، ما فيش منتخب شباب لقيناه في افريقيا بعد الكابتن ربيع ياسين، مش منتخب اولمبي وصل اولمبياد بعد الكابتن هاني رمزي من فتره بعيده جدا. ليه؟ لان القاعده خلاص، القاعده ماتت، كله عاد بيعتمد ان انا اجيب محترفين او اجيب لعيبه جاهزه من الانديه الثانيه وبخلص. اي نادي دلوقتي بيطلع كام ناشئ من عنده؟ ناشئ او اتنين بالكثير. لما اجيب سوريين هعمل ايه بالناشئين؟ خلاص الغي قاعده الناشئين كلها، اذا انا يعني هنهي على اجيال كثيره جدا جايه في الكره المصريه، فبالتالي حرام ان انا اعمل دوت. انا ضد الكلام ده، انا كنت ضد اصلا الاربع افارقه في الدوري المصري، الاربع افارقه كل مهاجمين الانديه المصريه كلهم افارقه، الراجل اجيري او من قبل كبر ما بيلاقوش مهاجمين تلعب معاه يعني، فهماني؟ فبالتالي انا مش عايزين نرجع لورا شويه بالعقليات، لازم نفكر في الموضوع كويس جدا، ولو اتعمل يبقى موضوع مقنن اكتر من اللي احنا بنتكلم فيه على السطح يعني. طيب خلينا بقى نروح للتحكيم المصري، تقنيه الفار، وسمعنا او اخر كلام كان بيتقال ان هيتم تحكيم او هيتم استخدام ثلاث وحدات خاصه بالتحكيم بتقنيه الفار او تقنيه الفيديو، وهيتلعب كل يوم ثلاث مباريات، مش هينفع يكون اكتر من ثلاث مباريات عشان يتم تطبيق طبعا تقنيه الفار في كل المباريات الخاصه بالدوري المصري الممتاز. تقنيه الفار دي هتحل لنا ازمتنا ولا لا؟ اعتقد ان هي هتحل شويه ازمه، لان احنا عندنا ولا تخلق ازمه جديده؟ لا، هي من ناحيه مفيش حاجه بتتعمل ما بتخلقش ازمه مبدئيا، عشان نبقى متفقين، اي حاجه هتخلق ازمه واللي اعتراضاتها بقى كتير، ولا على السلام لما احنا ناخد على السلام، لان الثقافه عندنا في كل حاجه حتى في سواء في الاداب العامه او في الثقافه بيننا او في التعامل بيننا وبين بعض بتاخد وقت لحد ما احنا نعمل ده، كل واحد عايز يصلح بيصلح من نفسه. واعتقد ان ده اولا، ما هو الازمات اللي بتيجي، وما الدوري كان بيتلعب من غير جمهور واللعيبه بتعمل مشاكل والناس دايما بتقول الجمهور، خالص ما اللعيبه بتعمل مشاكل من غير جمهور. عندك حق. اعتقد انه موضوع الفار مش هيضيف كتير للدوري المصري، هو هيقل من حلاوته اللي هي برضو قليله جدا يعني، ولكن وجوده هيمنع بعض الازمات، بعض يعني الخناقات اللي بتحصل، هم صداع هيشيلوا من على دماغهم في اتحاد الكوره شويه الازمات كتير اللي بتحصل دي. فبالتالي هو لو اتطبق، هو هيتطبق في نهايه الكونفدراليه على فكره، وفي نهايه دوري ابطال افريقيا، هم في ورشه عمل الفتره اللي جايه هنا اواخر شهر اكتوبر، ان هي تعمل، موجود فيها الكابتن جاك جريشا والكابتن ابو الرجال موجودين فيها عشان خاطر الموضوع دوت. اعتقد ان هي تطبيقها محتاج شويه فلوس، هم توصلوا لدوت ان هم يجيبوا دعم من الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. هي هتتعمل بس تتعمل السنه الجايه، مش تتعمل السنه دي خالص يعني. صعب ان هي تتعمل من الدور الثاني للموسم الحالي. صعب صعب، هو لو النتائج فرقت شويه بين كل الفرق وبعضها خلاص الموضوع هيموت والدنيا هتمشي، هو بس الموضوع حساس لان الفرق قريبه من بعض. صحيح. او يمكن كانت قريبه من بعض في الجولات الاولى يعني. بالظبط. طيب تقييمك ايه للدوري المصري الممتاز لحد دلوقتي؟ يعني الدوري انا شايف انه في منافسة، هل في جديد؟ منافسة، في منافسة يعني. أنا مش معايا جدول الدوري، بس أنا بصيت عليه شايف إنه يعني من واحد لستة كده هنلاقي بينهم وبين بعض ماتش السادس يبقى أول والأول. يعني زمان كنا دايما بنتكلم إن الأهلي في حتة وباقي الفرق في حتة، كان دايما كان في السنين اللي فاتت كان كده، هو ده الطبيعي. أهلي زمالك وباقي الفرق كلها في حتة تانية، كنا حتى دايما بنقول البريمير ليج أحلى حاجة فيه إن دايما في منافسة، دايما في قرب جدا في المستويات، دايما ما فيش حاجة متوقعة. لكن دلوقتي الدوري المصري بقى شبه حاجه متوقعه. انت شفت الاهلي مع الاتحاد بيعمل ايه؟ او صحيح. شفت مثلا فرق اللي بيحصل مثلا ماتشات تبقى مثلا فوز بتلاقيها قلبت خساره، لا الموضوع ما عادش مقياس ان هو يبقى فرق قليله. انت شايفها التدعيمات السنه دي، كل الفرق دعمت، كل الفرق جابت صفقات غاليه جدا، السوق المصري ارتفع. النادي الاهلي لا، اقل حد دعم بصفقات هو النادي الاهلي. السوق المصري يعني في السعر بقى سعر جنوني جدا، مع ان شايف ان هو ما فيش لعيب في مصر يتخطى ال 5 مليون جنيه. شايف ان الموضوع بقى صعب جدا، ولكن ده يعني بيدير الموضوع وكلاء وهم اللي بيتحكموا في السوق المصري، فبالتالي دوت مؤثر جدا. لكن المنافسه والدنيا ما نقدرش نحكم عليها، زي ما بقول لك من الاول للسادس ماتش يقلب الدنيا، من الاخير للسادس برضو من تحت ماتش يقلب الدنيا يعني، ممكن الاخير في منطقه الوسط برضو ماتشين ثلاثه يعلوك. يمكن الملامح تبان على بدايه الدور الثاني، هو دي الميزه ودي الحاجه الوحيده اللي موجوده، او
المواجهات بقى اللي هي بين مثلا الفرق المتقاربه في المقدمه صحيح، او الفرق اللي هي في المؤخره. اه انا لما اهلي يلعب مع الزمالك يفرق، وهكذا تحت لما الاقي وادي دجله بلعب مع حرس الحدود يفرق. صحيح. فده اللي هيبقى في فرق في النتائج. خلينا نتكلم عن الانتخابات الخاصه باتحاد الكوره، الانتخابات التكميليه، وهل الجمعيه العموميه اللي جايه هتكتمل؟ بصي هتكتمل، مفيش حاجه اتحاد الكوره ما بتكتملش، يعني هو الورق بيبقى متظبط ومتستف زي الفل بحيث انه الدنيا تمشي. بس انا بعتب على اللجنه الاولمبيه في حاجه. ايه هي الاعتاب اللي انا بعتبه؟ انه اتحاد الكوره بعت لهم قال لهم انا عندي دي اعضاء الجمعيه العموميه 233 عضو جمعيه عموميه، ايه رايكم الموضوع ده قانوني ولا لا؟ الموضوع ده بعت لهم مثلا من 3 شهور. اول ما اتحاد الكوره اعلن عن ان في انتخابات في جمعيه عموميه يوم 30/31 جالهم رد من اللجنه الاولمبيه تاني يوم انه ما ينفعش تدعو للجمعيه العموميه، ده في 13 صوت عندكم باطلين. طيب ما هو بقالك 90 يوم ما كنت بعت عشان تمشي الدنيا، الاتحاد ده تابع ليك على فكره. انت كلجنه اولمبيه بتعمل ايه؟ ما هو الناس بتعمل جمعيات عموميه ما بتمشيش عليهم الكلام، الناس لو ما عملتش ما بتمشيش عليهم الكلام، الناس بتطلع تتطاول ما بتاخدش اي اجراء ولا اي حاجه ضدهم، فبالتالي طب انت بتعمل ايه؟ جيت اوقف انتخابات اتحاد الكره، طب ما تمشي المراكب السايره، وبعدين انت كلجنه اولمبيه ازاي سايب اتحاد الكره ازاي بقاله سنتين من غير انتخابات اصلا وفي مقعدين فاضيين؟ المهم هي الانتخابات هتتم يوم 30/31، بعد كده هنشوف شكاوي وشويه حاجات كده، ايه ان هو الانتخابات باطله والكلام ده، سنه وست شهور تكون الايه؟ المده عدت والمجلس كمل مدته وخلاص بقى تحفظ يعني الدعاوى القضائيه في الادراج زي ما بيقولوا. ولكن برضو خليني اقول لك حاجه هنا من دلوقتي، انه يعني كابتن شوبير ينجح يوم 30 تاني اسبوع يبقى نائب رئيس مجلس اتحاد الكوره. هتقولي ازاي؟ اقول لك ده هو كده جايب باراشوت، كابتن شوبير هيبقى نائب رئيس مجلس اتحاد الكوره، ده اتفاق، ودي قاعده كانت تمت في منزل احد المسؤولين في اتحاد الكوره ان الكابتن شوبير يدخل الانتخابات. والكابتن شوبير يعني تراجع الكابتن حماده المصري لما عرف كابتن شوبير داخل، تراجع الاستاذ مجدي متناول لما عرف كابتن شوبير داخل، لان كابتن شوبير ليه ثقل كبير جدا في الجمعيه العموميه، واي حد كان يدخل قصاده ما كانش هيكسبه يعني، هو بدا جولاته وشغال فيها كويس جدا. في اتفاق ان هو يبقى نائب رئيس مجلس اداره، طب ليه يعني؟ لا هو تاريخ وهو برده اسمه، وفي نفس الوقت انه اتحاد الكره دلوقتي ما فيش فيه نائب بعد الكابتن حازم الهواري، الكابتن الدكتور كرم كوردي، الكابتن سيف زاهر، الكابتن مجدي عبد الغني، يعني ثلاثه طمعانين في المكان. ولكن هو تم الاتفاق ان الكابتن شوبير بمجرد ما يدخل، لان يعني الكابتن شوبير برضه خدي بالك في حاجه، هيدخل مثلا سنه ونص هتحسب عليه دوره، يعني لو فكر يدخل الدوره اللي بعديها كده دورتين وبعدين 8 سنين. لا اعتقد ان هو ممكن يتلغي في الجمعيه العموميه اللي جايه، ان هو محطوط في جدول الجمعيه العموميه يعني، واتمنى ان هو ما يتلغيش، يطبق بند الثمان سنوات عشان ما يبقاش كل واحد ياخد حقه يعني. طيب خلينا نروح سريعا كده، سالنا الجمهور من امبارح للنهارده، قلنا لهم بعد قياده اجيري للمنتخب في 3 مباريات، طبعا كنا معاهم مباراه النايجر وسوازيلاند، تقييمكم ايه ليه؟ سريعا نروح نشوف كده الجمهور قال لنا ايه. من على الفيسبوك محمود عادل بيقول لسه بدري عليه ومش هنقدر نقيمه الا لما يلعب مباريات قويه، وساعتها نقدر نقيمه ان شاء الله، المنتخب هيتحسن معاه باذن الله. طارق موسى كمان بيقول مساء الجمال الاهلاوي، بشكرك جدا، احب اقول لك ايه تقييمي للمدير الفني للمنتخب المصري لكره القدم خفير عجيري في 3 مباريات، ممتاز جدا. ماشي. كمان ابراهيم بيقول مساء الفل يا شيما، في تطور في الاداء واللعيبه بتلعب براحتها ومش مكتفيه عكس ايام مستر كوبر. بقول لك ايه، ليه الناس دلوقتي بتقارن اجاري بهكتور كوبر؟ تفتكر هيجي يوم ويقارنوا برضو اجاري بهكتور كوبر بس بطريقه مختلفه؟ عارفه انا اتمنى المنتخب ياخد كاس العالم. بطوله الامم الافريقيه اللي جايه هي اللي هتنصف فيكتور كوبر، وخليكي فاكره الكلام ده كويس جدا، بطوله الامم الافريقيه اللي جايه ال 24 يعني السهله جدا. بص احنا كنا مسافرين البطوله اللي فاتت واحنا مش حاسين او مش متوقعين ان احنا ممكن اصلا نوصل لفاينل. انا كنت رايح وحاجز تذاكر العوده بعد اول دور، فكل شويه مدها يعني، كل شويه مدها مثلا دور ال 16 ودور ال 8. لا فهو انا شايف ان هو كوبر لعب بخطه وكان دماغه ان هو يعمل حاجه معينه. ممكن ما دخلش لعيبه كتير في المنتخب وده برده بيلام عليه، ولكن هو نجح على الورق وعمليا والتاريخ هيسجل ان هيكتور كوبر نجح. لو اجيري عمل اداء كسر الدنيا وما جابش نتائج زي هيكتور كوبر، التاريخ مش هيذكر لاجيري ان هو كان كويس وفي مهارات وفي التاريخ لا يذكر الاداء بل النتائج. بالظبط. طيب كمان علي بيقول لسه بدري على الحكم عليك، كلها مستويات ضعيفه، الحكم لما يلعب ماتشات قويه وبعدين احنا نكسب بس ما فيش اداء قوي. مهيره بتقول ما نقدرش نحكم عليه دلوقتي لان الفرق المنتخب بيقابلها سهله، لسه لما نقابل فرق تقيله نقدر نقيمه. احمد
احمد القرشي بيقول لسه ما بنحكمش عليه دلوقتي، فرقه ضعيفه بنلعبها نحكم بعد مباراه تونس. وتحيه للناس اللي في سوهاج، احسن تحيه للناس اللي في سوهاج. كمان اسلام يحيى بيقول مساء الفل، شايف ان لسه بدري عشان نحكم على اجيري، لكن من خلال الثلاث ماتشات اللي اتلعبوا هو مختلف عن هكتور كوبر من حيث الهجوم، لكن ماتش تونس اظن ان هو هيبين فكره. ربنا يعدي ماتش تونس ده على خير. هو على فكره لو الناس بتتكلم ورقه وقلم، اجيري بيلعب ثلاثه في نص الملعب، علي غزال والنني وطارق حامد، وعلي بيرجع لورا شويه. بقول لك يرجع علي غزال بقى عامل ازاي؟ شفته ازاي؟ انا يعني انا شخصيا بحب علي، وانا والله فعلا بس في الماتشات جميل. بس في الماتشات التقيله هو هيحرق علي غزال. هو هيحرق علي غزال، مش هينفع يلعب بالطريقه دي خالص. يعني ما ينفعش يلعب بالنني وطارق حامد وعلي غزال، ولو لعب بيهم صدقيني المهاجم بتاعنا هيدافع من ثلث الملعب بتاعنا. المهاجم اللي عندنا هيدافع، هيرجع يدافع اكتر مكان كوبر بيدافع من نص الملعب، لا هيرجع يدافع من ثلث الملعب. طيب محمد بيقول مساء النور، نقدر نقول لسه المدرب ما عملش حاجه لان الماتشات ضعيفه، بالتالي نقدر نحدد ونقول كويس مع مباراه تونس. احمد حماده بيقول لحد الان جيد وعنده فكره، بس التقييم بعد مباراه تونس. محمد بيقول عالمي، كفايه ان هو مدرب عارف قيمه اللعيبه. دي بعض الاجابات اللي جات لنا عن طريق الفيسبوك. في خبر كمان عندنا النهارده يا احمد، بيقول الاهلي يستقبل وفد الفيفا والكاف ومرتجي يهديه علم النادي. الخبر بيقول حرص وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والاتحاد الافريقي الكاف على زيارة مقر النادي الاهلي في الجزيرة النهارده يوم الاربعاء، وده على هامش زيارة عمل للوفد في القاهرة. كان في استقبال الوفد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، وضم الوفد كل من بيدرو ريونادو المسؤول عن ادارة كرة القدم المحترفة في الفيفا، واندري بورتابيا استشاري لإدارة كرة القدم للمحترفين في الفيفا، وأحمد حراز والموزمبيقي محمد سيدات مسؤولين تراخيص الأندية المحترفة في الكاف. وحرص الوفد على مقابلة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إلى جانب القيام بجولة جوه النادي الأهلي اصطحبهم فيها مهندس خالد مرتجي، شهدوا خلالها منطقة دولاب البطولات وملعب مختار التتش في الجزيرة وغرفة مجلس الإدارة، وأبدى الجميع إعجابهم الشديد بما يملكه النادي الأهلي من بنية تحتية مميزة. وفي الختام، في ختام الزيارة، مرتجي أهدى علم النادي الأهلي لأعضاء الوفد. يعني هو الوفد طبعا كان موجود في النادي الأهلي، وطبعا احنا عارفين المهندس خالد مرتجي برضو موجود بحكم عمله في الاتحاد الدولي، برضو ان هو موجود في الاتحاد الدولي الفيفا. وبرضو النهاردة الوفد زار اتحاد الكرة عشان خاطر عايزين يعملوا لجنة فض منازعات. يعني النهاردة الزيارة دي انا اعتقد انها زيارة مهمة، بيستطلعوا برضو حتى لو جينا لتراخيص الاندية المحترفة وتحويلها لشركات والكلام ده كله، اعتقد ان هم برضو هيدوا رؤية منطقية النهاردة للنادي الاهلي بحكم اللي هو موجود فيه، سواء استاد او سواء نادي او كل حاجة موجودة عند النادي الاهلي. يا رب دوري المحترفين ده يتطبق، لان احنا بنسمع عنه بقالنا 10 سنين. صحيح. احمد عبد الباسط الناقد الرياضي نورتنا النهارده في كلام في الميديا، اكيد استمتعت بوجودك معانا النهارده. شكرا يا شيما، يا رب دايما، وانا اللي بستمتع وانا موجود معاكم على قناه النادي الاهلي. شكرا لك. شكرا لحسن متابعتكم، واشوفكم ان شاء الله يوم السبت اللي جاي في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء. بكره يكون معاكم زميلي امير هشام. يوم سعيد جدا عليكم.